بلدي السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدي. Assad does not have significant military capability. إذا أكلونا مع أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. سليمان يدعو أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى تحييد لبنان عن الصراعات، وأوباما يعلن عن مساعدة للجيش والاستيعاب اللاجئين. الانتشار الأمني الشرعي في الضاحية، ترحيب شعبي ودعوات لتوسيع رقعته. مش النازحين السوريين هن يلي خلوا المستهلك والمستثمر والمودع يحجب الثقة عن الاقتصاد الوطني. تحذيرات دولية من التراجع الاقتصادي جراء سياسات الحكومة ووزرائها يغرقون في سجالاتهم. أهلا بكم. ألقى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أكد فيها أن لبنان يتعرض لأزمة وجودية ناتجة عن الصراعات الإقليمية من حوله، والتي دفعت إليه بمئات الألاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ما عزز الشعور بالظلم والميل نحو التطرف والعنف. وأذدع سليمان إلى استمرار العمل على فرض تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، شدد على ضرورة تزخيم السعي الهادف إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية. والعبء الأكثر إلحاحا وحجما والذي بدأ يأخذ طابعا وجوديا فهو ناتج من التنامي غير المسبوق لأعداد اللاجئين الوافدين من سوريا، بما يفوق طاقة لبنان وقدرته على الاستيعاب، وقد بات عددهم يفوق ما نسبته ربع عدد سكان لبنان. توفير المبالغ والإمكانات لتأطير وتنظيم وجود اللاجئين السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والحياتية، علما بأنه لم يتم الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماع الكويت إلا بصورة جزئية. تعزيز أطر ومساحات إيواء النازحين السوريين داخل الأراضي السورية في مناطق آمنة، وعقد مؤتمر دولي خاص بموضوع اللاجئين السوريين يباشر البحث في سبل تقاسم الأعباء والأعداد بين الدول، وتقديم الدعم من كل الدول المعنية والقادرة لأعمال مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان. تزخيم السعي الهادف لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وحقوق أبنائها وجميع مكونات شعبها وحرياتهم الأساسية. وقد سبق للبنان أن دان استعمال الأسلحة الكيميائية، وطالب الأمم المتحدة ومن ضمنها مجلس الأمن بأن تقوم حصرا بواجب مساءلة المرتكبين. تشجيع الدول الإقليمية المؤثرة على وعي أهمية تحييد لبنان عن الصراعات وعدم فائدة إقحامه في سياسة المحاور وما قد تتسبب به من توتر وتباعد بين المذاهب والطوائف، وتاليا تشجيع هذه الدول على تقديم دعم فعلي لمضمون ومقاصد إعلان بعبدة ولنهج الحوار والتوافق كمثل الدعم الذي تعهد مجلس الأمن الدولي تقديمه. وقبل إطلالته هذه، أجرى الرئيس سليمان مباحثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعلن عن مساعدات مالية للبنان لدعم جيشه ومساعدته على تحمل عبء النازحين السوريين. كما التقى سليمان وزير الخارجية السعودي والملك الأردني وعددا آخر من المسؤولين. قرار بتقديم مبلغ 74 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في لبنان و8 ملايين فاصل 7 أخرى لدعم الجيش في مهمات حفظ الاستقرار وتأمين الحدود أبلغه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في اللقاء الذي استمر ساعة وبدأ موسعا في حضور وفدي البلدين قبل أن يتحول ثنائيا، طلب سليمان من أوباما دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة لإنجاح اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان ومساعدته في مواجهة عبء توافد النازحين السوريين إليه. وقد رد الرئيس الأمريكي في بيان بالإعلان عن المساعدة الأمريكية مقرونة بالموقف المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله، وبالثناء على جهود الرئيس سليمان في مسألة حياد لبنان، رافضا في المقابل تدخل حزب الله في الأزمة السورية ووجود سلاح بين يديه. ودعا أوباما كافة الأفرقاء في لبنان إلى تحييد أنفسهم عن الصراع في سوريا، مؤكدا دعمه للمسيحيين في لبنان على اعتبار أن التطورات في المنطقة تؤثر عليهم. رئيس الجمهورية التقى كذلك الملك الأردني عبد الله الثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي أبدى استعداد الاتحاد للمشاركة بفعالية في اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان وزيادة المساعدات المقررة للنازحين السوريين. كما التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وكان بحث في المساعي التي تقوم بها الدول العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ألقى كلمة أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فاعتبر أن على كل من روسيا وإيران عدم الإصرار على بقاء حكم بشار الأسد. أوباما فتح قوة في جدار الأزمة مع إيران بإعلانه تفضيله للحل الدبلوماسي قائلا: إن اتفاقا حول برنامج إيران النووي يشكل تقدما نحو إعادة بناء الثقة. لا يمكن لزعيم يذبح مواطنيه ويستخدم الغاز القاتل بحق الأطفال استعادة شرعية قيادة بلد ممزق بشدة. حان الوقت لروسيا وإيران التخلي عن فكرة عودة بشار الأسد إلى الحكم، وأدعو مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار حازم حول إزالة الأسلحة الكيميائية السورية، وأعتقد أن النظام السوري سيواجه عواقب في حال لم يلتزم بتعهداته. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجلس الأمن إلى تبني قرار يتضمن إجراءات ملزمة بحق النظام السوري. وقال أولاند إن القرار الذي لا يزال قيد المناقشة يجب أن يلحظ تدابير ملزمة، أي تحت الفصل السابع تمهد لاحتمال عمل مسلح ضد النظام في حال لم يفي بتعهداته. بدوره قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن جرائم النظام السوري تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بخاصة بعد استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد شعبه، داعيا مجلس الأمن لإنقاذ الشعب السوري وقائلا إن الشعب لم يقم بثورته لنزع السلاح الكيميائي فقط. ودعا أمير قطر الشعب السوري إلى توحيد صفوفه من أجل مرحلة انتقالية تهدف إلى نظام حكم يضمن حرية وكرامة الجميع من دون تمييز. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة للاجئين السوريين في الأردن الذين وصل عددهم إلى 10% من عدد سكان البلاد. أضاف الملك عبد الله في كلمته أمام أعضاء الجمعية العامة أن عدد اللاجئين السوريين قد يرتفع إلى 1,000,000 لاجئ، وبالتالي فإن بلاده ليس لديها القدرة للتكفل بهذه الأعداد. المطالبات الدولية بشأن سوريا لم ترقى إلى طموحات الشعب السوري الذي بقي يرزح تحت نيران القصف المدفعي العنيف الذي تنفذه كتائب الأسد وطيرانها الحربي، حيث حصد الحقد الأسدي خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 40 شخصا. دمار في كل مكان وتراب ممزوج بدماء الأبرياء، هذا هو المشهد الذي يلخص مأساة الشعب السوري بفعل القصف الوحشي الذي ينفذه الجيش الأسدي على غالبية المحافظات السورية. فقذائف النظام وصلت دك أحياء برزة وجوبر والتضامن في العاصمة دمشق التي تشهد بدورها اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام،
غير أن انفجارا قويا هز حي التضامن جنوب العاصمة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث سارع التلفزيون السوري إلى توجيه أصابع الاتهام لمن وصفهم بالإرهابيين. تزامنا انهمرت راجمات الصواريخ على الريف الدمشقي أو ما تبقى منه وعلى مناطق عدة بالغوطة الشرقية، وسط اشتباكات عنيفة على الجبهة الشمالية لمدينة معظمية الشام وعلى أطراف بلدة المنيحة وعلى طريق المتحلق الجنوبي من جهة مدينة زملكة. الله أكبر. القصف تجدد أيضا على محافظة حمص التي ترزح تحت الحصار، فيما استهدفت الصواريخ والمدفعية الثقيلة الريف الحلبي الذي شهدت غالبية محاوره اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام. محافظات درعا ودير الزور واللاذقية نالت نصيبها من القذائف وراجمات الصواريخ التي استهدفت منازل المدنيين، فيما دكت المدفعية الثقيلة مدينة معرة النعمان في ريف إدلب بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في ريف حماة الشرقي. تابعونا في الصباحية بعد الفاصل. كتلة المستقبل، الانتشار الأمني في الضاحية يؤكد فشل تجربة الأمن الذاتي. أبدى وزير الداخلية مروان شرب ارتياحه الشديد للخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية قائلا: لمسنا ردة فعل سياسية وأمنية جيدة، والمهم أن تنجح الخطة في تحقيق الأمن للمنطقة. وكشف الشربل في أحاديث صحفية أن الاتصالات التي واكبت الخطة وما تركته للوهلة الأولى دفعت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دعوتنا للقاء أمني موسع قبل ظهر الجمعة المقبل في سراي للبحث في أمن طرابلس في حضور قادة الأجهزة الأمنية ووزراء المدينة ونوابها. واصلت القوى الأمنية انتشارها عند مداخل الضاحية الجنوبية وفي أحيائها الداخلية تنفيذا للخطة الأمنية التي بدأت يوم الاثنين الماضي. اليوم الثاني من بدء تطبيق الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية بدأ أكثر تجاوبا رغم الترتيبات الأمنية المشددة والتفتيش الدقيق، حيث انتشرت الحواجز عند المداخل وفي الأحياء. القوى الشرعية التي وضعت حدا للأمن الذاتي الذي طبقه حزب الله بشكل علني على مدى 5 أسابيع بدت واضحة، إذ أفسح عناصر الحزب المكان للقوى الأمنية التي انتشرت بكثافة عند المداخل الأساسية للضاحية، حيث الجيش اللبناني، وعند المداخل الفرعية حيث قوى الأمن الداخلي والأمن العام. وقد أكدت مصادر أمنية لتلفزيون مستقبل أن كل شيء يجري وفقا للخطة الموضوعة والإجراءات تتخذ كما يجب بالنسبة لعمليات التفتيش دون أن تسجل أي عرقلة أو إشكال مع المواطنين. لازم يتبلش من زمان هيدا، ونحن كلنا مع الجيش، ونحن بدنا الجيش، وبيجوا بيحمونا ونحن بنحميهم نفس الشيء. والله منيح علي، بس إنه بعد في شوية عجلة، بس بتتظبط بعد هالكم يوم يعني. أنت مع هيدي الإجراءات؟ طبعا أكيد. هيك احسن لنا ولهم يعني. لا كثير منيحه، ونحن بنحيي الجيش اللبناني وبنحيي الحمد لله كثر خير الله انه احلى من اللي قبل. يعني منيحه ومش منيحه، منيحه كرمال العجقه بس مش منيحه. ما بعرف يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك. واحد بده يروح على مكان بيوصل بساعتين. احلى شيء صدقيني، لانه تجربنا ما بدنا نجرب مره ثانيه. يعني بنتمناها من زمان، كان في تواجد، هلا كثفوا أكثر حسب إمكانيات الدولة. أهلا وسهلا. أنت مع هيدا الشيء؟ طبيعي، على كل الأرض اللبنانية. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قام بجولة تفقدية على الإجراءات الأمنية في الضاحية قائلا: سنذهب إلى أي منطقة لبنانية إن كنا جاهزين. نحن جهاز تابع لوزارة الداخلية، هذه المهمة تقوم فيها بها وزارة الداخلية، نحن عم ننفذ الجزء اللي متعلق فينا بالمهمة بغض النظر عن المنطقة. إذا طلب منا هلأ نروح على أي منطقة من لبنان وكان عندنا جهوزية نروح، نحن جاهزين. إذا معالي وزير الداخلية على المستوى السياسي ارتقى نروح على الشمال، نحن جاهزين. عم بيقولوا إن الأمن العام نزل على الضاحية. هيدي عقول مريضة، هي عقول مريضة. يذكر أن 1100 عنصر أمن يتوزعون على نحو 60 حاجزا في الضاحية، يؤمل أن تطوى معهم صفحة الأمن الذاتي في هذه المنطقة. كتلة المستقبل النيابية اعتبرت أن الانتشار الأمني في الضاحية الجنوبية يشكل اعترافا من حزب الله بفشل تجربة الأمن الذاتي، ودعت لكي تشمل مهامها توقيف المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ترحيب بانتشار القوى الأمنية الرسمية في الضاحية الجنوبية صدر عن كتلة المستقبل التي رأت في الخطوة إثباتا بأن لا شرعية إلا لمؤسسات الدولة. وخلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، دعت الكتلة القوى الأمنية إلى تنفيذ مهامها بشكل كامل بما تتضمن من فرض النظام وقمع المخالفات ومنع التجاوزات وتوقيف المطلوبين وفي مقدمتهم المتهمون باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إن هذه الخطوة تشكل اعترافا صريحا من قبل حزب الله بفشل تجربة الأمن الذاتي وحتمية العودة في هذا الموضوع إلى الدولة اللبنانية، ولا سيما أن هذه القوى هي صاحبة الحق الحصري والوحيد في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء من أجل تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم. إن هذه الخطوة الإيجابية مطلوب تعميمها ونقلها إلى مناطق أخرى وعلى وجه التحديد إلى بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك وباقي المدن اللبنانية. الكتلة تطرقت إلى اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان وإلى أهميته في تمكين لبنان من الصمود في مواجهة الأعاصير المحيطة به، داعية لاستكمال تنفيذ القرار 1701 ومنح إعلان بعبدة حصانة دولية، ولفتت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي بسبب تردي الوضع الأمني. تلفت الكتلة إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية حسب كل المؤشرات المعلنة وصلت حدا من التفاقم والخطر لم يعد بالإمكان تجاهله وتركه دون معالجة. كتلة المستقبل شددت على وجوب الالتزام بنص الدستور وأعرافه لناحية وجود حكومة مسؤولة تتولى شؤون البلاد، ورأت أن الأمور تستدعي دعوة المجلس النيابي للنظر في مشاريع واقتراحات القوانين التي لها طابع الضرورة والتي تحددها هيئة مكتب المجلس النيابي. كما كررت الكتلة استعدادها لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد هيئة الحوار الوطني. في ظل التردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، تتهرب حكومة تصريف الأعمال من مسؤوليتها عن هذا التراجع وتعزو السبب إلى توافد النازحين السوريين. التقرير لباسل الخطيب. عبثا تحاول حكومة تصريف الأعمال التلطي خلف التقرير الأخير للبنك الدولي لتبرير فشلها بإدارة الملف الاقتصادي في لبنان. فالبنك الدولي قدر أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.85% كل عام حتى العام 2014. ولكن بدي أرجع أذكر أنه ب 2010 كان النمو حوالي 7-8%، فإذا شلنا 2.9% مثل ما عم يشير له تقرير البنك الدولي، نشوف انه بين 4-5% تدني بالنمو منه متعلق ابدا بأزمة النازحين السوريين، ولكن متعلق مباشرة بممارسات الحكومة، ممارسات حزب الله والتداعيات على الوضع الأمني والسياسي. بدعة جديدة تختلقها الحكومة لتتهرب من مسؤوليتها عن التراجع الاقتصادي، معتبرة ان جزءا كبيرا من السبب هو النازح السوري، فهل هذا صحيح؟ أكيد مش النازحين السوريين هن يلي خلوا المستهلك والمستثمر والمودع يحجب الثقة عن الاقتصاد الوطني، مش النازح السوري هو يلي خلى القطاع العقاري والقطاع السياحي والقطاع الصناعي أنه يشهد معدلات نمو متدنية كتير. من جهة تانية كمان لو سلمنا جدلا انه تداعيات الازمه السوريه والنازحين على الاقتصاد هي سلبيه وهذا الشيء نحن بنعرفه، ولكن اكيد كانت فيها تكون بنسب كتير اقل من هيك. فكان بالحري ان تتخذ الحكومه اجراءات استباقيه كانشاء اليه تنسيق لاستلام المساعدات من المانحين وانشاء مراكز ايواء لهم ووضع خطه شامله للتخفيف من تداعيات ازمه النازحين على لبنان. ففي تقاعس تام من قبل هالحكومة بهالموضوع من جراء ضغوط النظام السوري على الحكومة وعدم تحمل مسؤوليتها بهالملف. هذا وبحسب البنك الدولي فإن الحرب في سوريا ستكلف لبنان 7.5 مليار دولار في خسائر اقتصادية متراكمة بحلول نهاية العام 2014. غداة أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تمسكه بثلث المعطل في تشكيل الحكومة المقبلة. دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون الرئيس المكلف تمام السلام
إلى تشكيل حكومة مع جبهة النصرة. بس عم بسمع أشياء مثل كانوا رئيس دولته بده يعمل مشكل معنا. وقت اللي بيحكي عن له هو الحق يألف رئيس يألف الحكومة والرئيس بيمضي والكتل النيابية استشارتها مش ملزمة لإله. فإذا بده يروح يألف الحكومة مع النصرة. نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسلم القوى الأمنية الرسمية الأمن في الضاحية الجنوبية، مؤكدا وجوب تعميم هذه الخطوة الأمنية على المناطق الساخنة في لبنان كافة من طرابلس إلى صيدا والنبطية. وعن الشأن الحكومي استبعد بري في أحاديث صحفية تأليف حكومة بصيغة 3 8، وقال في حال ألفوا حكومة من هذا النوع فأنهم سيعطلون الحوار ويعطلون الحلول، فضلا عن أن مثل هذه الحكومة لا يمكن أن تبصر النور. أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة السفير أنه ما من مبادرات جديدة لديه لمعالجة الأزمة الحكومية بانتظار أن يهبط الوحي على الذين يعترضون على مشاركة الآخرين في الحكومة، علما بأنني أعتقد أن إلغاء الآخرين مستحيل ولابد من الليونة وتدوير الزوايا وعدم وضع شروط مستحيلة للوصول إلى نتيجة. رد وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على مواقف نصر الله، فاعتبر أن التواصل مع حزب الله هو تواصل مع العدو ويخضع مرتكبه للقانون. أضاف الشيخ آل خليفة في تغريدات على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر إن شعب البحرين أشرف وأكرم من أن يخاطبه مجرم تلطخت يداه بدماء الأبرياء في سوريا ولبنان والعراق. بعد الفاصل تتابعونا في الصباحية. ذوو مخطوفي أعزاز نحو تصعيد تحركهم. أهلا بكم من جديد. صدر عن المحكمة الشرعية قرار بكف يد الشيخ محمد رشيد قباني عن وقف العلماء، وذلك بموجب الدعوى المقامة ضده بداعي السفه والخيانة. وكلفت المحكمة القاضيين الشرعيين محمد نقري وعبد الرحمن المغربي تولي الوقف. من البرازيل، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن التيار لا يتعامل مع المغتربين بوصفهم أرقاما انتخابية، إنما يدعوهم للعودة إلى وطنهم للعب دورهم. أقام قنصل لبنان في ساو باولو قبلان فرنجي حفل عشاء في مقر إقامته على شرف الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي يزور البرازيل على رأس وفد من التيار، وذلك في حضور حشد من أركان الجالية اللبنانية ورجال دين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية في البرازيل. الحريري أكد أنه يتعمد في كل زيارة يقوم بها إلى الخارج زيارة السفير أو القنصل إيمانا منه بأن البعثة الدبلوماسية هي الرمز الذي يجسد فكرة الدولة اللبنانية التي لطالما آمن بها تيار المستقبل. وشدد الحريري على أن تيار المستقبل لا يتعامل مع المغتربين بوصفهم أرقاما انتخابية، إنما يدعوهم دائما إلى العودة إلى لبنان للعب دورهم الريادي والاستفادة من خبراتهم في مواقع نيابية ووزارية وإدارية. من ناحيته حي القنصل الفرنجي الحريري شاكرا له طلبه أن يكون اللقاء جامعا كصورة لبنان. وكان الحريري قد زار والوفد المرافق مطرانية الروم الكاثوليك في ساو باولو، حيث التقى المطران فارس ماكارون الذي قدم له هدايا تذكارية. ثم التقى الحريري في مقر إقامته مسؤولي حزب الكتائب القوات اللبنانية في ساو باولو ووفد من البيت الدرزي، وناقش معهم التطورات في لبنان وأوضاع الجالية. نفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز أمس اعتصاما أمام السفارة التركية في الرابية، وأعلنوا بدء حركة تصعيدية ضد مصالح تركيا إلى حين الإفراج عن ذويهم دفعة واحدة. في الرابية كان الموعد هذه المرة، مع إطاراتهم حضروا أمام السفارة التركية نساء وأطفالا للمطالبة بالإفراج عن المخطوفين في أعزاز. الإطارات التي لم تشتعل نزولا عند تمني القوى الأمنية عوضت عنها هتافات المعتصمين باللغتين التركية والعربية.
يعني نحن شو حيصير المرة الجاية؟ نحن بنقوم بالتحرك، بنولع دوليب، ما بعرف شو بنساوي، في واحد منا يا حيصور اللي نحن حنقوم فيه، ونحن حنوزع السيديات على الإعلام هو يصورها. وبعد السفارة التركية توجه المعتصمون إلى المركز الثقافي التركي وسط بيروت وحاولوا الاعتصام، لكن القوى الأمنية منعتهم فعادوا إلى منازلهم. وتبقى المفاجأة للتحرك القادم كما وعد الأهالي. في عكار أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة يدوية بالقرب من مخفر العبد القديم من دون أن توقع إصابة. وأفيد أن سيارة مجهولة كانت تمر في المكان عندما رمى أحد ركابها القنبلة، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وضربت طوقا في المكان. ونصل في ختام الصباحية إلى التذكير بعناوينها. سليمان يلقي كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة، ويتبلغ من أوباما قرارا أمريكيا بتقديم مساعدة مالية للبنان. هيك أحسن لنا ولهم يعني. الانتشار الأمني الشرعي في الضاحية، ترحيب شعبي ودعوات لتوسيع رقعته. مش النازحين السوريين هن يلي خلوا المستهلك والمستثمر والمودع يحجب الثقة عن الاقتصاد الوطني. تحذيرات دولية من التراجع الاقتصادي جراء سياسات الحكومة، ووزراؤها يغرقون في سجالاتهم. الصباحية انتهت، شكرا للمتابعة، ونتمنى لكم بقية يوم هادئ. إلى اللقاء. من حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إذا أتدون مع بلدنا.